بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه قناتكم قناة خبرنا اليوم، وخبرنا اليوم هو خبر رياضي. وصل خطاب للنادي الأهلي لمشاركته في كأس العالم للأندية القادمة المقامة في المغرب. الأهلي يشارك بصفته وصيف أفريقيا، حيث أن الاتحاد الدولي أو الفيفا رفض أن يكون هناك فريقين من بلد واحد هو المغرب أن يشارك فريقين في كأس العالم للأندية، فسوف يشارك الفريق المنظم للبطولة في المغرب، أما الفريق الفائز ببطولة أفريقيا يشارك عنه وصيف أفريقيا وهو النادي الأهلي. من هنا جاءت هذه الفكرة أو جاء هذا الخطاب بترشيح الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية. وقد شارك الأهلي أكثر من مرة في هذه البطولة، وكان أفضل مركز حققه هو المركز الثالث على أندية العالم. نتمنى للأهلي التوفيق في هذه البطولة المقامة في فبراير القادم، وأن يحقق مركزا أفضل مما حققه من قبل، وأن يشرف مصر وأن يشرف أفريقيا بإذن الله تعالى. تمنياتنا لكم بالتوفيق دائما، وشكرا لحسن استماعكم. فهذه قناتكم قناة خبرنا اليوم، تتمنى منكم التفضل بالاشتراك في القناة واللايك وتفعيل الجرس، وإلى لقاءات أخرى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.